كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. إذن كما قلت انتقلنا هنا إلى شاطئ مادية في إطار متابعتنا الخاصة لعملية تلقيح. تبدو أن السلطات المحلية القوات المساعدة وأعوان السلطة يسهرون على هذه العملية التنظيمية في إطار كما قلت جولتنا هنا على مستوى الشاطئ في الصورة السيدة قائدة المنطقة ديال المادية التي تحرص كل صباح على إطلالتها على مستوى الشاطئ من أجل سلامة المواطنين، وهي دعوة من السلطات المحلية أيضا كما قلت من أجل أن يستفيدون من هكذا عملية في إطار حملة تلقيح. هنا ضربة خيمة خاصة ومركز خاص لعملية التلقيح، سنحاول في هذه اللحظات أيضا متابعة خاصة لهذه العملية ديال التلقيح اللي يستفيد منها عدد من المواطنين في إطار حرص الجميع على هذه العملية. احنا هنا وزارة الصحة والمندوبية لوزارة الصحة ارتأت في إطار تسريع لعملية الاستفادة من التلقيح اللي هو عنصر أساسي في القضاء على الجائحة، بأن تضع رهن المصطافين في الشاطئ ما يسمى بالباكسينودروم، يعني ما كانش شاطئ للتلقيح، كيستفدون جميع الوافدين على الشاطئ الحقنة الأولى ولا الثانية، ما كاين مشكل، كل شيء عندنا موجود. وهذا المركز كيعمل على العموم من 9 صباحا حتى نهاية يعني الثامنة، على العموم الثامنة كيكون سهل هذيك الساعة. احنا هنا كيجي عندنا المواطن كنسجلو كنديروا له فحص طبي، الا كان شي مانع للتلقيح ولا كان شي توضيحات كنديروها، من بعد عاد كيدوز عند السيطالي كيديروا التلقيح وكنعطيوه الموعد ديال الحقنه الثانيه ان شاء الله. الاقبال استاذ بالنسبه لاقبال الناس كيجيو الحمد لله، كاين كيجيو الناس، دونك اللي كيسمعها كيجي الناس ديال الشاطئ، ولا اللي واخا يكون غير دو باساج واخا يكون غير عين طريق عمار من الشاطئ، ولا حتى هو كيستفد من هذه العمليه. وكنغتنموا يعني هاد الفرصه وهاد المناسبه باش ناكدوا على الناس يجيو يلقحوا ويلتزموا بالوسائل الاحترازيه والامور الاحترازيه باش نبني منها الكمامه توضع بطريقه سليمه، والتباعد الجسدي بيان سير، وعاد التعقيم ديال اليدين في هاد الاطار. دونك حنا راه الاشاره ديال المواطنين المصطافين وجميع الناس سواء الحقنه الاولى ولا الثانيه مرحبا بهم. الحمد لله منذ ابتداء هذا الوباء وحنا خدامين في هذا الكورونا، ودابا عندنا هذا المركز ديال التلقيح في مهدية، يعني كنديروا المارينا سواء في مهدية سواء خارج مهدية سواء المنطقة سواء لي زونفيرون كاع لونتوراج ديالها اللي بعيد وقريب، وكاين اقبال الحمد لله بزاف والحمد لله على العموم، يعني ما كنلقاوش حتى مشكل لا من ناحيه الفاكسان، كنديروا الحقنه الاولى وكنديروا الحقنه الثانيه حتى بالنسبه للناس المهاجرين حتى هما كيستافدوا. لهذا هذه العمليه تمت على ربع التراب الوطني، في اي بلاصه اي واحد عنده حق يمشي يدير الفاكسان ديالو سواء الاولى سواء الثانيه، وهذه من جهه. ومن جهه ثانيه كنشكروا الحمد لله السلطه المحليه على راسها السيده القائده والمقدم ديال الدائره، والحمد لله الامور بخير وعلى خير، وكنطلبوا الناس باش يزيدوا اقبال على هذه الحقنه. وشكرا. كتعرفوا انا جيت من العماله ديال صديق قاسم، جيت هنا لمدينه قنيطره، ما شاء الله مدينه زوينه فيها ناس زوينين، جيت انا خدام سمعت باللي هنا كاين شي مركز ديال التلقيح، جيت حتى انا كمواطن من احد المواطنين باش نستافد من هذا التلقيح لانها فرصه لا تعوض. رسالة ديال الناس ديال سيدي قاسم كنقول لهم اغتنموا الفرصة ديالكم، وبنادم يستافد من التلقيح باش ربي ان شاء الله يحيد يرفع علينا هذا الوباء. راه فهمتي خص بنادم يدير حسابها، حد كاين مراكز التلقيح ولات موجودة، بنادم يدير التلقيح ديالو ما يخافش، التلقيح راه دواء وعلاج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.